أيام العدوان الأمريكي على العراق. شوف ايش طوله، تقريبا 3 أمتار. هاي الحاوية مال الصواريخ، احنا ذابينها. شوف ايش كبرها. وين هاي القنابل مالته، هاي كل وحدة تنفجر على حده. شوفوها عظيم. جايبين سيارات بس تدري لو جايبين سيارات مو زين راح يطش. والله ايه تحدث. اكبر الصاروخ شوفوه. طبعا ما اقدر اتقرب لانه تعرفون خطر، جاي نحاول اصوره لكم من بعيد. فهذا نهايته.